مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 3 لسن 7 اليونت الثالث الدرس السابع. عنوان الدرس Changes التغيرات. بالبداية منطيني فد مقدمة للدرس يقول لي سعد does judo. سعد يقوم برياضة الجودو. The editor of Saad School Magazine, المحرر في مجلة المدرسة الخاصة بسعد, asked him to write paragraph about it. طلب من عنده أن يسوي له مقطع نصي أو paragraph يعني مقطع نصي عن رياضة الجودو. إذن يعني المحرر أو الصحفي اللي موجود بجريدة المدرسة أو مجلة المدرسة طلب من سعد أن يسوي له تقرير أو تفاصيل مقطع نصي عن ممارسته لرياضة الجودو. شي يقول لي؟ يقول لي study how سعد planned his paragraph. قم بدراسة كيف خطط سعد لهذا الباراجراف, لهذا المقطع النصي. طبعا طلاب, هسه اذا اطلب من اي واحد من عندكم ان يكتب مقطع نصي عن اي حدث يعرفه او اي حدث يقوم به, فلازم يرتب افكاره. يعني انت كطالب تريد تكتب عن مقطع نصي او مقطع انشائي عن اي رياضة, عن اي عمل تقوم به, لازم اول شيء ترتب افكارك, تجمعها بورقه, وبعدين تبدا بكتابه المقطع النصي. فبالبدايه سعد هو هذا الشيء اللي قام به. فايش قال؟ قال بالبدايه first اولا he made some notes, سوى اول شيء الملاحظات مالته. قال انا لازم احكي عن كذا كذا كذا, ورا هذا نفس الملاحظات رتبهن سواهن على شكل جمل, وبعدين ذن الجمل رتبهن سواهن على شكل مقطع نصي مثل ما راح نجي نقرا بعد دقائق. فنجي راح نقرا فقط الجمل وراح ننتقل للمقطع النصي. الجمل راح نقراها لان فيها بعض الكلمات المهمه, حاول تاشروهن وياي. Doing judo has changed my personality. هاي الكلمه جدا جدا مهمه, حاول تركزون عليها. شو يقول؟ يقول عمل الجودو, سعد يتحدث, يقول عمل رياضه الجودو has changed, غير my personality, شخصيتي. اذا اول كلمه نعرفها اليوم او اول كلمه نحفظها اليوم personality معناها شخصيه. شوفوا هو اسم الموضوع شنو هو؟ changes التغيرات. اذا رياضه الجودو غيرت شخصيه سعد, او غيرت الشخصيه وغيرت my life, حياتي. شلون؟ قال examples, ضرب مجموعه امثله. اولا personality من حيث الشخصيه, هو قال غيرت شخصيتي وحياتي. من حيث الشخصيه I was shy, لقد كنت شاي. هاي كلمة كذلك جدا جدا مهمة, شاي معناها خجول. لقد كنت خجولا, now confident. confident معناها واثق, واثق من نفسي. قبل كنت أتردد, خجول, ما أبادر. الآن أصبحت confident, واثق من نفسي, أقدر أبادر. ثانية good for health, هي صحة أو جيدة للصحة. was weak, لقد كنت weak معناها ضعيف. لقد كنت ضعيف. unfit أخذناها سابقا, عديم اللياقة. إذا كان عديم اللياقة now strong, والآن أصبحت strong معناها قوي, fitter أكثر لياقة. إذا غيرت شخصيته إنه كان شاي خجول, والآن أصبح confident واثق. غيرت حياته, كان غير صحي, كان ضعيف, كان عديم اللياقة, أصبح قوي, أصبح ذو لياقة أكثر, إلى آخره. good for schoolwork, وهي جيدة للعمل المدرسي. was bad, لقد كنت سيئا, bad معناها سيء. now good at it, والآن جيد فيه المدرسة. no friends, كنت في السابق ليس لدي friends, أصدقاء. now have lots, والآن لدي الكثير من الصداقات أو الكثير من الأصدقاء. like competitions, شوفنا أنا أحب المنافسة, التنافس. hate losing, وأصبحت أكره الخسارة. one day, في يوم ما, جودو أو do جودو for my country, سوف أقوم برياضة الجودو لبلدي, يعني أمثل بلدي في رياضة الجودو في المسابقات الدولية. هذا ما يخص الفقرة الأولى. أنا مجرد دايريت يمهدك لموضوع قواعد راح نشرحها إن شاء الله بالدقائق القادمة, اللي هو موضوع التغيرات, التعبير عن التغيرات. بس البداية سوالي جمال, انطاني كلمات جديدة, غني كلمات حاولوا تحفظوهن, راح تفيدنا كذلك بالدقائق القادمة. وراها قال هو مو سوى جمل, سوى جمع الجمل وخلاها بمقطع نصي. فالآن هو منطيني مقطع نصي اللي رفعه لهذا المحرر عن كيف غيرت رياضة الجودو حياة سعد.
في البداية يقول لي read سعد article، اقرأ المقال الخاص بسعد. What did he write that he was not in his notes؟ ما الذي كتبه سعد؟ هسه كتب شيء إن شاء الله جديدة ما كانت موجودة بالملاحظات مالته، حاول تلقاها. هسه هي كذلك مجرد نشاط صفي للقراءة، راح يمهلني لموضوع آخر هسه راح نجي نشرحه. حاول ترجم ويا الكلمات المهمة اللي راح أطلعها. I used to be shy. I used to، هاي كلمة جدا جدا مهمة. Used to معناها اعتدت على أو اعتاد على. I used to اعتدت على. He used to اعتاد على. They used to اعتادوا على. وهكذا. إذن used to معناها اعتاد على أو اعتدت على. I used to be shy. اعتدت على أن أكون shy. قبل دقائق أخذنا كلمة shy شو معناها؟ معناها خجول. يعني في السابق أنا كنت خجول والآن لم أعد خجول. وراها شوف كاتب باي سعد صالح، الشخص اللي كتب هذا المقال هو سعد اللي قبل شوي قبل دقائق ذكرناه. شو يقول؟ يقول I started doing judo 2 years ago. انتبه وياي. يقول بدأت بلعب أو بممارسة رياضة الجودو قبل سنتان and it has changed my personality. ولقد غيرت حياتي. شوفوا قبل شوية كانت على شكل جمل رؤوس نقاط، الآن رؤوس النقاط جمعهم سواهم على شكل مقطع نصي مثل ما طلب من عنده محرر الجريدة أو المجلة. And my life، وغيرت حياتي. I used to be very shy. اعتدت على أن أكون جدا خجول. But judo has given me confidence. لكن الجودو، رياضة الجودو أعطتني confidence. انتبهوا يعني. كلمة confidence معناها ثقة. Confidence معناها ثقة. قبل شوية أخذنا كلمة تشبهها. كلمة confident. Confident معناها واثق. استاذ شنو الفرق بيناتهم؟ هذه noun اسم، هذه adjective صفة. إذا أرد أقول أنا واثق من نفسي أقول I am confident. لكن لما أرد أحكي عن الثقة بشكل عام أقول أو أستخدم كلمة confidence. هاي فرق بيناتهم. Judo has also been good for my health. كذلك كانت رياضة الجودو جيدة لصحتي. I used to be very unhealthy. اعتدت في السابق على أن أكون غير صحي and unfit وعديم اللياقة. I could not run very fast. ولم أستطع أن أركض بشكل سريع. And I was often ill. وكنت دائما أشعر بالملل. طلاب يعني أنت شايفين الشخص الغير صحي دائما يشعر بالمرض، دائما يشعر بالكسل. فهنا أنا شي يقول؟ يقول لما كنت عديم اللياقة كنت غير صحي كنت دائما أو بالغالب أشعر بالمرض. Now لكن الآن I am much stronger. الآن أنا أقوى بكثير. وراها and fitter وذو لياقة أكثر. I also used to be lazy. اعتدت على أن أكون كسول. But now I train every day. لكن الآن أنا أتدرب كل يوم. And I enjoy it. وأنا أستمتع بهذا التدريب. My teachers say that my school work is better now. ومدرسين المدرسين الخاصين بي يقولون إنه أني العمل المدرسي مالتي الآن أصبح أفضل. I used to be bad at it. وكنت في السابق سيئاً فيه. But now لكن الآن I get good marks. أنا أحصل على درجات جيدة all the time طوال الوقت. Before I started doing judo قبل أن أقوم بعمل رياضة في الجودو I used to have no friends. لم يكن لدي أي أصدقاء. I don't know why. لا أعرف السبب. Now I have lots. والآن لدي الكثير من الأصدقاء. I also used to be afraid of competition. وكنت كذلك في السابق اعتدت على أن أكون خائفا من الكومبيتيشن من المنافسة. And exams والامتحانات. Now I really enjoy competing. والآن أنا أستمتع بالمنافسة against other people. بمنافسة الناس الآخرين. And I hate losing. وأنا أكره الخسارة. One day في يوم ما I hope to do judo for Iraq. وأأمل أن أمثل العراق في رياضة الجودو. طبعا هذا المقطع النصي مبدئيا للقراءة، لكن بموضوع قواعدي جدا جدا مهم يفيدنا بالامتحان التحريري راح نشرحه إن شاء الله بالدقائق القادمة. لكن قبلها أدي مجموعة أسئلة الأستاذ يسألها داخل الصف كتحضير يومي. يقول لي what kind of person are you؟ ما هو نوع شخصيتك؟ أكو كلمات بالقطعة ذكرت
تنطيني معنى هذه الجمل. يقول لك أكو كلمة تعبر عن الشخصية، شنو الكلمة اللي تعبر عن الشخصية؟ ذكرناها بالقطعة اللي هي كلمة personality. احفظوها وياي هاي كلمة إملاء ومعنى، بعد شوية راح نعرف شلون تجينا بالامتحان. ثانيا the opposite of shyness، shy خجول، shyness خجل، فرق بين الصفة والاسم. يقول لك عكس كلمة خجل شنو؟ عكس كلمة خجل هو الثقة. شنو كلمة ثقة خدناها قبل دقائق؟ كلمة confidence، confidence معناها ثقة، وهكذا. ثالثا practice، أكو كلمة بالمقطع النص اللي قاله سعد تمثل أو تعطي نفس معنى كلمة practice. practice معناها يتمرن. شنو الكلمة اللي تعطي نفس المعنى؟ كلمة train، وهكذا. إذن هذا ما يخص المقطع النصي اللي انطاني إياه عن سعد، يتحدث عن العادات اللي كان يعملها بالسابق ولم يعد يعملها الآن. والطالب ذن الكلمات الثلاثة، ذن الأستاذ شلون يجني بالامتحان؟ يجني مثل ما هن بسؤال المتعلق بالإملاء. يقول لي what kind of person you are، فراغ، أنت لازم تعطي كلمة، كلمة personality مثل ما هي، على شكل إملاء، يعني ما ينطقها لا على شكل إسقاطات ولا على شكل اختيارات. من الممكن تجيك على شكل إسقاطات، لكن غالبا لأن الكلمات تجي على شكل إملاء، يعني ينطيك الجملة يقول لك مثلا the opposite of shyness، عكس كلمة shyness، فأنت لازم تكتب عكس كلمة shyness confidence. من الممكن بعض الأساتذة يسوي صيغة جديدة بالسؤال، ما يقول لك the opposite of shyness، يقول لك the opposite of shy، عكس كلمة shy، shyness خجل، عكس confidence ثقة، شاي خجول، عكسها confident معناها واثق. يقول لك هنا أنا نطيتك اسم، أنت هنا نطيني اسم، هنا أنا نطيتك صفة، أنت لازم تنطيني صفة. هذا كل ما يخص الفقرة الأولى، فقط الكلمات أو الجمل الثلاثة حاولوا تحفظوهن. يسأل الأستاذ كيسر شفوية بداخل الصف، وتجيك بالامتحان التحريري بالسؤال الإملاء. الآن ننتقل لموضوع آخر، موضوع قواعدي آخر، اللي هو موضوع التعبير عن التغيرات باستخدام اليوستو. هذا الموضوع موضوع مهم جدا جدا بالامتحان التحريري. حاول تطلع دفترك، تسجل وياي الملاحظات اللي راح نسجلها، الأمثلة اللي راح نحلها، القاعدة اللي راح نكتبها، وشلون يجينا بالامتحان، وشلون نقدر نجاوب عنها. بالدقائق القادمة خليكم ويانا. الآن ننتقل لموضوع قواعدي جدا مهم، اللي هو موضوع اليوستو. قبل دقائق ذكرنا أن اليوستو معناها اعتاد على، فأقول هي يوستو هو اعتاد على، أو علي يوستو علي اعتاد على، أو ذي يوستو هم اعتادوا على، أو آي يوستو أنا اعتدت على. هذه اليوستو تستخدم للتعبير عن التغيرات، أشياء كنت أسويها بالماضي أما الآن بعد ما أسويها. مثال هو العديد من الأمثلة ضرب لي بالمقطع النص الخاص بسعد. مثلا على سبيل المثال قال I used to be shy but now I am confident، أنا اعتدت على أن أكون خجول والآن أصبحت واثقا من نفسي. إذن هو كان خجول، شغلة تعبر عن حدث كان يحدث في الماضي، عادة كانت تحدث في الماضي ولم تعد تحدث الآن، الآن أصبحت واثقا. I used to be unhealthy، اعتدت على أن أكون غير صحي، but now I am healthy، لكن الآن أنا صحي. إذن مبدئيا الجملة اليوستو عبارة عن جملتين، جملة كانت تحدث في الماضي وجملة وراها but now وراها جملة بالحاضر. يعني أقول I used to be unhealthy، اعتدت على أن أكون غير صحي، but now I am healthy، لكن الآن أنا صحي. إذن هي عبارة عن جملتين، الجملة الأولى حدث كان يحدث في الماضي، والجملة الثانية حدث يحدث الآن، التغير الذي طرأ على هذا الحدث. إذن تستخدم اليوستو للتعبير عن التغيرات. زين، هنا لازم نتعرف أنه هاي الجملة الأولى جملة بزمن أو بقاعدة، تكون جملة بقاعدة used to. زين استاذ هي شنو قاعدة used to؟ بعد دقائق راح نتعرف على قاعدة used to، وعلى القاعدة الثانية، على الجملة الثانية، جملة تكون بزمن المضارع البسيط. سابقا احنا ماخذين المضارع البسيط وشارحين بالاول متوسط وبالسادس ابتدائي
وحتى بالثاني متوسط أخذنا بعض الأساسيات عنه. الآن راح نجي نشرحها بشكل مفصل أكثر. لكن أول شيء لازم نتعرف على قاعدة جديدة اسمها قاعدة اليوستو. هي شنو هي اليوستو؟ اليوستو حالها حال أي زمن، عبارة عن قاعدة. شو تقول القاعدة؟ القاعدة تكون بالطريقة التالية، تقول فاعل، احنا نعرف الفاعل قد يكون he, she, it, they, we, you, I، او قد يكون اسم علم، علي، احمد، منى، سهى، الى اخره. فاعل زائدا used to زائدا، نركز وياي، فعل مجرد خالي من اي اضافة زائدا التكملة. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال ايش اقول؟ اقول I، الفاعل I used to be unhealthy، انا اعتدت على ان اكون غير صحي. هاي الجملة الاولى اللي هي جملة used to، فاعل زائدا used to زائدا be اللي هي الفعل المجرد زائدا التكملة. اعتدت في السابق على ان اكون غير صحي. لنفترض انه تغيرت حياتي، راح اقول but now، لكن الان، واكمل الجملة على التغير اللي صار بعد، مثل ما راح نجي نشرحه ونوضح بعد دقائق. اخذ مثال ثاني، اقول I used to eat، اعتدت على ان اكل junk food. junk food يعني معناها كذلك معناها طعام غير صحي. اعتدت على ان اكل طعام غير صحي. فاعل used to ومن ثم الفعل المجرد، فاعل used to ومن ثم الفعل المجرد. او اريد اعبر عن شخص اخر مو الا يكون الفاعل اي. على سبيل المثال اقول علي used to watch TV at night. على سبيل المثال ايش قال؟ علي هو الفاعل used to ومن ثم الفعل مجرد. علي اعتاد على ان يشاهد التلفاز طوال الليل او في الليل. هذه جملة used. تعرفنا على جملة used to، عبارة عن فاعل used to ومن ثم فعل مجرد. الآن لازم أجي أعرف شلون أربط جملة used to بجملة أخرى بعدها but now ومن ثم مضارع بسيط. يعني دائما تكون جملة used to عبارة عن قاعدة used to ومن ثم but now ومن ثم جملة بزمن المضارع البسيط. الآن لازم نجي نتعرف على قاعدة المضارع البسيط. شنو المضارع البسيط؟ احنا سابقا ماخذين المضارع البسيط هو حدث يستخدم للتعبير او زمن يستخدم للتعبير عن احداث روتينيه ومتكرره. شنو يعني احداث روتينيه ومتكرره؟ تحدث كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، تحدث بشكل روتيني ومتكرر. او عن الحقائق العلميه، على سبيل المثال يقول انا اعتدت على ان اكون غير صحي لكن الان انا صحي. اقول I am healthy. فشنو القاعدة الخاصة بالمضارع البسيط؟ القاعدة تكون كالتالي، همنا فاعل، عرفنا شنو الفاعل؟ زائد، انتبه يا طلاب، أما فعل يحمل اس أو فعل مجرد خالي من أي إضافة زائد التكملة. أوقف أستاذ، إيش وقت أخلي للفعل اس وإيش وقت أخلي للفعل أو أخلي يكون الفعل مجرد؟ إذا كان هذا الفاعل he أو she أو it أو ما يعوض عنه يكون الفعل يحمل اس الشخص الثالث. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال اقول he watches TV، هو يشاهد التلفاز. شنو الفاعل؟ he. الفعل ايش خليت له؟ اس. ليش خليت له اس؟ لان اذا كان الفاعل مالتي he يجب ان يحمل فعل اس. هذا الاس نسميه اس الشخص الثالث. احنا ايش قلنا؟ قلنا هي او شي او ات او ما يعوض عنه. قد يكون مو الفاعل لي، قد الفاعل يكون علي. علي يعتبر شنو؟ علي كذلك يعتبر هي. فاذا كان علي او منى، منى عوض عنها بشي، او اسم غير عاقل مفرد مثلا ذكات القطه مفرد، اسم غير عاقل مفرد عوض عنها بالضمير ات، فيجب أن يأتي بعد فعل يحمل أس الشخص الثالث. لحد الآن تمام. وإذا كان الفاعل مالتي شنو؟ إذا كان الفاعل مالتي they أو we أو you أو I، ف
فالفعل اللي يأتي بعدها فعل مجرد خالي من أي إضافة. يعني على سبيل المثال نفس المثال، ما أقول علي watches TV، أقول I watch TV. ما يصير أقول I watches TV. ليش أستاذ ما يصير تقول؟ لأن الفاعل I، إذا كان الفاعل I فالفعل الذي يأتي بعده فعل مجرد خالي من أي إضافة، زائدا طبعا التكملة، زائدا تكملة الجملة. هسه عرفنا القاعدة اللي ما المبارك بسيط، فاعل أما فعل يحمل أس أو مجرد، زائدا التكملة. زين هسه نجي، هذه قاعدة نسميها قاعدة المثبت. أكو قاعدة أخرى نسميها قاعدة النفي. شو تقول؟ تقول فاعل زائدا أما does أو do زائدا not. انتبهوا وياي، شو وقت أخلي does أو الأس؟ هم يعني إذا كان فاعل هي أو she أو it. شو وقت أخلي do؟ إذا كان فاعل they أو we أو you أو I. نفس الطريقة أخلي لهم not، does not أو do not. أقدر أختصرهم doesn't و don't زائدا، انتبهوا وياي، فعل مجرد. انتبه لهنا، هنا حتى وإن كان الفعل الأصلي اللي بالجملة يحمل أس الشخص الثالث، فلما تجي الداز الفعل يرجع الأصل فعل مجرد، الأس تروح زائدا تكملة الجملة. هاي القاعدة شو نسميها؟ نسميها نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. زين أكو قاعدة ثالثة اللي هي الاستفهامية، تقول داز أو دو زائدا فاعل زائدا فعل مجرد تكملة وعلامة السؤال. طبعا أنا دا أشرح المضارع البسيط بعيد عن موضوع اليوستو، بعد قليل راح نجي ندمج الموضوع سويا، جملة تحمل يوستو بها مضارع بسيط وبها يوستو. هسه لنفترض جدلا أنه جاب هاي الجملة بالامتحان، علي watches TV، وش قال لي؟ قال لي question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. أنا أعرف أنه كلمة question سؤال، عند السؤال بالمضارع البسيط شو نسوي؟ نجيب does أو do بالبداية. علي شو ياخذ؟ ياخذ does. أقول does زائد الفاعل من هو؟ علي زائد شنو؟ فعل مجرد. شنو الفعل المجرد؟ أنا بي أس، لازم أوخر الأس، فأقول does علي watch TV علامة سؤال. هل يشاهد على التلفاز؟ لنفترض جاب لي هاي الجملة وقال لي سوي لي إياها نيجاتيف. شو أقول له؟ طبعا شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. شو أقول؟ أقول الفاعل شنو الفاعل؟ I زائد تأخذ does not do. قلنا الفاعل I يأخذ do، فأقول do زائد not زائد فعل مجرد، هو أصلا مجرد، فأقول I do not watch TV، أنا لا أشاهد التلفاز. هسه هذا بشكل مبسط موضوع المضارع البسيط. عرفنا القاعدة المثبتة المنفية والاستفهامية الخاصة بي، عرفنا قاعدة اليوستو. الآن لازم الطالب يعرف يربط بين جملة باستخدام but now، طبعا جملة يوستو، الجملة الأولى تكون بقاعدة يوستو، والجملة الثانية تكون بقاعدة المضارع البسيط. يعني على سبيل المثال إيش قال لي؟ قال لي she used to wear glasses. شوفوا هنا هذا مثال، قال لي هي اعتادت على أن ترتدي المناظر الطبية but now، لكن الآن she wears contact lenses، والآن هي ترتدي عدسات لاصقة. شوفوا هنا انتبهوا وياي، الجملة الأولى اللي قبل but now، احنا نعرف انه but now يأتي قبلها جملة بقاعدة used to. خلينا نجي نشوف هذا الكلام صحيح. تعالوا وياي، فاعل used to ومن ثم فعل مجرد، فاعل used to وفعل مجرد، لحد الآن كلام صحيح. ثم تكملة طبعا، ثم but now، هذا but now، ثم بعدها جملة بزمن المضارع البسيط، فاعل فعل يحمل أس، فاعل فعل يحمل أس، زائد التكملة. إذن جملة used to تعبر عن التغيرات التي حصلت، عادات كانت تحدث في الماضي ولم تعد تحدث الآن. هي اعتادت على أن ترتدي المناظر الطبية لكن الآن ترتدي عدسات لاصقة. سابقا كانت ترتدي مناظر طبية عادة، الآن أصبحت ترتدي عدسات لاصقة. أكو ملاحظة جدا مهمة تفيدك بموضوع المضارع البسيط. طلاب قبل شوية مثلا، أو إحنا متعودين سابقا
إنه إذا جاب لي جملة فيها فعل وطلب من عندي أني أصححها، على سبيل المثال أقول سوها cook dinner every day، على سبيل المثال. قال لي شنو بين قوسين؟ قال لي correct. أولاً الطالب شو يسوي؟ يشوف هاي الجملة بيا زمن، شاف every، قال هاي الجملة بزمن المضارع البسيط، عرفنا إن هذه مضارع بسيط، فيريد يصحح الفعل. فيشوف المضارع البسيط قاعدته شو تقول؟ تقول فاعل. شنو الفاعل؟ سهى، ينزل سهى. سهى شو تعتبر؟ سهى تعتبر شيء، فالفعل اللي يجي وراها لازم شنو؟ يحمل اس الشخص الثالث. فالكوكس شو يخليها؟ يخليها اس، يصير كوكس، كوكس دينر افري داي. هسه اصبحت الجمله صحيحه، ضاف للفعل اس الشخص الثالث. لكن بعض الاحيان ما يجيب لي فعل عادي، يجيب لي بين قوسين على سبيل المثال الفعل بي. هذا الفعل بي ما ينزل كما هو بالمضارع البسيط، بالمضارع البسيط ما يصير لا مجرد ولا اس الشخص الثالث. لا استاذ شنو نسوي له؟ البي، انتبه للملاحظه شو تقول؟ تقول اذا صادف الفعل بي في جمله المضارع البسيط. هسه نحكي على جمله المضارع البسيط طلاب، مو على جمله قاعده يوستو، على جمله المضارع البسيط. اذا صادف الفعل بي في جمله المضارع البسيط يتحول الى از او ار او ام. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال بدلا من هاي الجمله جاب لي منى بي اولويز هابي، على سبيل المثال، وقال لي بين قوسين شنو؟ كوركت. شنو كوركت؟ صحح الفعل. اجي استاذ الطالب يسال نفسه دائما الجمله بها زمن، ما انه اولويز جمله مضارع بسيط، زين وراها يا قاعده قاعده مضارع بسيط قاعده مثبته، يجي يطبق القاعده شو يقول؟ يقول منى زائد الفعل اما اس او مجرد. فشاف منى شيء فخلى الفعل اس، فقال بي اي اس او بيس. هذا الشيء خطا، اذا صادفت البي في جمله المضارع البسيط ما يصير اضيف لها لا اس ولا انزلها مجرد. العساس شو اسويها؟ احولها اما اس او ار او ام. منى شو تعتبر؟ شيء. الشيء تاخذ اس لو ار لو ام؟ تاخذ اس. منى is always happy، منى دائما سعيدة. هذا كل ما يخص موضوع المضارع البسيط، قاعدة اليوز تو، الربط بين المضارع البسيط واليوز تو. حابب اسجل من هاي الملاحظات خصوصا البوت ناو، هذا المخطط هذا كلش مهم. البوت ناو ياتي بعد المضارع البسيط قبل قاعدة اليوز تو، القواعد المثبتة والمنفية والاستفهامية مال المضارع البسيط، القاعدة الخاصة باليوز تو. الآن راح نجي ننتقل على الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان عن موضوع اليوز تو وشلون نقدر نجاوب عنه. اخذوا لقطة الشاشة، سجلوا هاي الملاحظات على مود تقدر تطبق على الأمثلة اللي راح ناخذها. من الممكن ان يجيك بالامتحان بإحدى الصيغ التالية، سجلوا عليها هاي الصيغة الامتحانية اللي ممكن تجيني بالامتحان التحريري. هسه نجي، شو يقول لي؟ يقول لي I hate cheese، انا اكره الجبن، but now اتشلب بي but now، لان هي هاي الدليل مالتي. I love it، انا احبه، يعني بالسابق انا اكره الجبن والان انا احبه. شو تقول؟ الملاحظات اللي قبل شويه قلناها شو تقول؟ تقول البت ناو ياتي قبلها جمله بقاعده اليوز تو، احفظوا وياي على اليسار يوز تو، وبعدها جمله بقاعده المضارع البسيط. جيد، هسه الخطوه الاولى لقيت بت ناو، قلت مناك مضارع بسيط ومنانا جمله بقاعده اليوز تو. اسالك شنو قاعده اليوز تو؟ بعض الملاحظات اللي سجلتها بالدفتر، شنو قاعده اليوز تو؟ تقول فاعل، الفاعل I، زائد used to، I used to، زائد فعل مجرد. شنو الفعل المجرد؟ hate. I used to hate cheese، اعتدت على أن أكره الجبن، بالجبن بالسابق أنا أكره الجبن، but now، لكن الآن. الجملة الأخرى جملة بيا زمن مضارع بسيط، يا قاعدة من قواعد المضارع البسيط أوغا. سألنا تقريبا ثلاث قواعد للمضارع البسيط. طلاب احنا سابقا عرفنا انه اذا لقيت نيجاتيف او نوت اطبق القاعده المنفيه، اذا لقيت كويستشن او علامه سؤال اطبق القاعده الاستفهاميه، ما لقيتهم كلهم اطبق القاعده المثبته، ما لقيت لا نوت لا نيجاتيف لا كويستشن لا علامه سؤال، اذا راح اطبق القاعده المثبته. شو تقول القاعده المثبته؟ فاعل. شنو الفاعل؟ اي، زائدا انتبه وياي، اما فعل يحمل اس او فعل مجرد. الاي تاخذ اس لو مجرد؟ تاخذ مجرد، ينزل كما هو.
I love it. ركزوا وياي إيش صارت الجملة. I used to hate cheese, but now I love it. اعتدت على أن أكره الجبن، لكن الآن أنا أحب الجبن. مثال آخر. جملة she be unfit, but now she be fit. أجي هذه البط now يأتي بعدها جملة بزمن المضارع المصير. قبلها جملة بقاعدة used to. شو تقول قاعدة used to؟ فاعل. شنو الفاعل؟ she زائد used to زائد انتبه وياي. فعل مجرد. البي ينزل مجرد كما هو. أوقف أستاذ، أنت قبل شوية مو أعطيتنا ملاحظة على البي؟ طلاب أنا أعطيتكم ملاحظة على البي. شو تقول الملاحظة؟ إذا صادف الفعل بي في جملة المضارع البسيط أحوله. هنا أنا ما جانب جملة المضارع البسيط، جانب جملة اليوستو. إيش وقت أحوله؟ إذا جانب البي بجملة المضارع البسيط مثل ما راح نحوله 6 دقائق القادمة. زائد التكملة unfit. She used to be unfit, but now, لكن الآن شوف هنا الجملة الأخرى قلت لك بيا زمن مضارع بسيط. شنو قاعة المضارع البسيط؟ فاعل. شنو الفاعل؟ شيء. زائد انتبه هنا البي صادفتني بجملة المضارع البسيط، هنا تتحول إلى is أو are أو am. الشيء تأخذ؟ تأخذ is زائد التكملة fit. ما افتهمت صارت الجملة. She used to be unfit، اعتادت بالسابق على أن تكون عديمة اللياقة، but now she is fit، لكن الآن ذي لياقة، ذات لياقة. مثال آخر أو التمرين النقطة الثالثة. They get up late، بالسابق كانوا يقعدون متأخرين، but now they get up early، لكن الآن هم يصحون مبكر. نفس الطريقة هذه قد but now بعدها مضارع بسيط قبلها used to. شو تقول قاعدة used to؟ فاعل. شنو الفاعل؟ they. زاد شنو؟ زاد used to. They used to زاد الفعل مجرد. شنو الفعل مجرد؟ get up. They used to get up late، اعتادوا على أن يصحوا متأخرين، but now الجملة الثانية بها زمن مضارع بسيط. شو تكون قاعدة المضارع البسيط؟ فاعل. شنو الفاعل؟ they زائد انتبه. أما فعل يحمل أس أو مجرد، if they تأخذ أس أو مجرد، تأخذ مجرد. أقول they get up early. أس صارت الجملة. اعتادوا على أن يصحوا متأخرين، لكنهم الآن يصحون باكرا. النقطة الرابعة والأخيرة شو يقول؟ يقول she eats meat but now، انتبه لنا but now بعدها مضارع بسيط قبلها used to. used to شو تقول قاعدته؟ فاعل. شنو الفاعل؟ she زائد used to. شو فاعل؟ used to. فاعل used to. فاعل used to. فاعل used to. وراها مجرد 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 مجرد. إذا قاعدة ثابتة، فاعل used to مجرد. شنو المجرد؟ eat. She used to eat meat، اعتادت على أن تأكل اللحم، but now لكنها الآن she. جملة أخرى مضارع بسيط she زائد فعل يحمل أس أو مجرد. أستاذ أوقف لقيت be، بما أنه لقيت be في جملة المضارع البسيط يتحول إلى is أو are. الشيء تأخذ is زائد التكملة vegetarian، اعتادت على أن تأكل اللحم لكنها الآن نباتية. في السابق هي كانت تأكل اللحم لكنها الآن نباتية. هذا كل ما يخص موضوع اليوستو. تعرفنا على القاعدة مالته الهيكلية اللي نتبعها هي الجملة، قاعدة اليوستو، قاعدة المضارع البسيط، المثبتة والمنفية والاستفهامية، شلون يجينا بالامتحان، شلون نقدر نجاوب عنه. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها، لأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا 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 بامتحان نصف السنة، بامتحان الشهر الثالث، بامتحان أخير السنة، ومهم بالمراحل القادمة. هذا الموضوع موجود حتى بالسادس الإعدادي. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة. الآن ننتقل للفقرة الأخرى، الفقرة الثالثة المتعلقة بكتاب النشاط. خليكم ويانا الآن مع الفقرة المخصصة لكتاب النشاط. طلاب تمرين، نبدأ بكتاب النشاط بتمرين سي. منطيني نفس الجمل اللي حليناها قبل دقائق أو ببداية الدرس إذا تذكرون. شنو نوع الشخصية؟ إذا شخصية من نوع معين شو نسميها؟ نسميها personality. personality معناها شخصية. الجملة الثانية the opposite of shyness، عكس كلمة shyness الخجل. confidence الثقة بالنفس، وهكذا. practice يتمرن. شنو مرادفها؟ مرادفها train. train تجيب معنى قطار وتجيب معنى يتدرب. هذا التمرين مهم جدا 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 مثل ما وضحنا بالامتحان التحريري. أخذنا ذني الكلمات الثلاثة في بداية الدرس وحليناها كتاب الطالب. الآن نعطيني فقرة مخصصة بكتاب النشاط.
ننتقل إلى تمرين رقم واحد. يقول لي how many sentences can you make about سعد using used to. شوفوا هنا أنا طلاب، قبل شوية أخذنا صيغة تجي بالامتحان عن موضوع used to. الآن يقول لك تقدر تسوي لي جمل تستخدم بها used to تعبر عن هذه الحالات. هو مطيني مثال I used to be shy، اعتدت على أن أكون خجولا، but now لكنني الآن confident، لكن الآن I am confident، أنا واثق من نفسي. تقدر تسوي لي مثل هاي الجملة؟ خلينا نأخذ واحدة واحدة. Afraid of competition، كنت خائفا من المنافسة، فأقول I used to be afraid of competition but now أنا اعتدت في السابق على أن أكون أو أخاف من المنافسة. But now لكنني الآن I hate لكنني أكره الآن losing، أكره الخسارة. كنت في السابق أخاف من المنافسة والآن أكره الخسارة. الجملة الثانية confident، واثق من نفسي. شنو عكس كلمة confident؟ shy. إذن أنا في السابق كنت shy والآن confident. أقول I used to be shy، اعتدت على أن أكون خجولا، but now لكنني الآن I am confident، أنا واثق من نفسي. مثال ثالث fit، ذو لياقة، unfit عديم اللياقة. أقول I used to be unfit، اعتدت على أن أكون عديم اللياقة، but now لكنني الآن I am fit، لكنني الآن ذو لياقة. بعدها lazy، كسول. أقول I used to be lazy، اعتدت على أن أكون كسولا، but now لكنني الآن I am strong، I am strong، أنا قوي، وهكذا. إذن هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد، مجرد يريد يدربني على تكوين جمل باستخدام used to. أخذنا قاعدة used to والبت ناو، يأتي بعد هذا المضارع البسيط شلون نكون جملة بقاعدة used to، وأخذنا الملاحظات المتعلقة بها. هذا مجرد نشاط صدفي لتدريب الطلاب على موضوع قواعدي اللي هو موضوع اليوست. التمرين الثاني يقول لي make notes، اعمل ملاحظاتك about how you have changed، عن كيف أنت كطالب كيف تغيرت. Then write sentences، ثم أكتب الآن جمل. ماذا يقول لك؟ أنت هم كانت عندك عادة سيئة في السابق والآن بعد ما كانت عندك أو تخلصت من عندها. هو منطقي مثال I used to hate cheese، اعتدت على أن أكره الجبن، but now I love it، لكنني الآن أحبه. فأقول على سبيل المثال I used to eat unhealthy food، اعتدت على أن أكل طعام غير صحي، but now لكن الآن I eat healthy food، لكنني الآن أكل طعام صحي. على سبيل المثال I used to be lazy، اعتدت على أن أكون كسولا، but now لكنني الآن I do exercises، أقوم بعمل التمارين الرياضية، وهكذا. مجرد الطالب يعبر عن العادات السيئة اللي كان يعملها بالسابق ولم يعد يعملها الآن باستخدام شنو؟ بنفس الطريقة، باستخدام قاعدة اليوستو ويا البات ناو، مثل ما وضحنا بقاعدة اليوستو. كذلك هذا التمرين نشاط صفي لتدريب الطلاب على موضوع اليوستو. ننتقل إلى تمرين رقم 3. نحن طلاب انتبهوا وياي، هذا التمرين اللي هو إنشاء الوحدة الثالثة. طبعا ملاحظة، هذا الإنشاء هو إنشاء الوحدة الثالثة وهو الإنشاء الرئيسي. راح ناخذ الإنشاء اللي ممكن نكتبه بالامتحان، ناخذ عليه درجة كاملة. لكن ملاحظة، بعض الأساتذة ياخذون إنشاء آخر أو نموذج آخر بالإضافة إلى هذا الإنشاء، راح نجي ناخذه إن شاء الله بعد دقائق. لكن الأساسي باليونت الثالث هو إنشاء write about why people should do sport، لأكتب عن لماذا يجب على الناس أن يقوموا بعمل الرياضة. طبعا هو منطيني ملاحظات عنها، وراها يقول لي أو تكتب لي عن sports you do or play، رياضة أنت تلعبها أو تقوم بعملها. وراها يقول لي منطيني خطوات first think of topic sentence، فكر بالقاعدة أو بالموضوع الجمل اللي راح تكتبها. I think that everybody should do athletics، يقول لك بنفترض أن تريد تبدي المقال مالتك أو الإنشاء مالتك
بأن تقول I think باعتقادي everybody should do athletics، الجميع يقوم يجب أن يقوموا أو عليهم أن يقوموا بعمل الرياضة. يعني هاي منطقة مجرد خطوات كتابة الإنشاء. إحنا راح نجي نمطي الإنشاء الكامل لموضوع لماذا أو لإنشاء لماذا يجب على الناس أن يقوموا بالرياضات أو يقوموا بعمل الرياضات. فحاول تكتب وياي، تكتبها بالدفتر والترجمة، لأنه مهم جدا بامتحان الشهر الثالث وامتحان نصف السنة. Playing sports is good for everyone. لعب الرياضات هو جيد للجميع. It helps keep your body healthy. تساعدك على أن تبقي جسدك صحيا and strong وقوي. Sports teach you important things. الرياضات تساعدك أو تعلمك على تعلم أشياء مهمة like working together كالعمل الجماعي and not giving up وعدم الاستثناء. You can also make friends. كذلك يمكنك عمل صداقات and have fun وتستمتع while playing. تستمتع أثناء لعب هذه الرياضات. Sports are a great way to reduce stress. الرياضات هي طريقة جيدة، طريقة عظيمة لكي تخفف الضغط، stress الضغط النفسي and feel happy وتشعر بالسعادة. So playing sports، لذلك لعب الرياضات is good for you، هو مجيد لك and can make your life better وتجعلك تجعل حياتك أفضل in many ways، في العديد من الطرق. هذا الإنشاء الأول. طبعا ملاحظة، الإنشاء الأول هو شنو؟ مثل ما قلنا write about why do people should do sports، لماذا يجب على الناس أن يقوموا بعمل الرياضات. الإنشاء الثاني write about sports you do or play، اكتب عن رياضة أنت تفعلها أو تقوم بممارستها. write a paragraph about sports you do، هذا السؤال يجيك في الامتحان. شنو وصل الإنشاء الثاني؟ هذا النموذج الثاني هم كذلك حاولوا تكتبوه بالدفتر وتحفظوه. شو يقول لي؟ يقول لي على سبيل المثال I used to be unfit، اعتدت على أن أكون عديم اللياقة and eat unhealthy food، وأكل طعام غير صحي. Then ثم I decided to do sports، قررت أن أقوم بعمل الرياضة and change my life، وأغير حياتي. I love football and swimming، أحب كرة القدم والسباحة. So I started playing football. لذلك بدأت بلعب كرة القدم with the school team مع فريق المدرسة. It was hard at the beginning. كان الأمر بالبداية صعب. طبعاً أي واحد يبدأ برياضة معينة بالبداية يكون الأمر صعب لأن سابقاً جسمه ما متعود عليها. But with enough practice، لكن مع التمرين الكافي I developed and became faster. تطورت وأصبحت أسرع. I started to eat healthy food. وبدأت بأكل الطعام الصحي. Now I can play football، والآن يمكنني أن ألعب كرة القدم well بشكل جيد and go swimming، وأذهب للسباحة for more than 30 minutes، لأكثر من 30 دقيقة without getting tired، بدون أن أتعب. I become healthier أو I became healthier، أصبحت أكثر صحيا من السابق. هذا كل ما يخص الإنشاء الأول والإنشاء الثاني. مثل ما وضحنا الإنشاء الأول هو الأساسي، الإنشاء الثاني كذلك هو مطلوب، بعض الأساتذة يطلبوه بعض الأساتذة يستغنون عنه. فمثل ما وضحناها أمامكم تقدرون تكتبوهن بالدفتر وتحفظوهن لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أن درس غني بالمعلومات بإنشاء، بموضوع اليوستو، ببعض الكلمات المهمة للحفظ كملاء وكمعاني، وعرفنا شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها، لأن هذا الدرس يحتوي على ما لا يقل عن 24 إلى 25 درجة بامتحان الشهر الثالث، وربما إذا جاءك الإنشاء بامتحان نصف السنة هم كذلك يجي عليه بالعشرين درجة. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.